تمثيل الكترونات باستخدام الانسجام في الصف العاشر، استخدم طريقة إكمال المربع لمعرفة التحويلات الهندسية التي أجريت على منحنى الإلكترون ق في س تساوي س قوة 4 س قوة 2 عفوا زائد 4 س. هلا أجد المقدار معامل س على 2. شو معامل س عندنا؟ معامل س عندنا 4، فبنحط بنقول 4 على 2 ويساوي 4 على 2 قديش؟ 2. 2 ايش؟ لانه في تربيع هون، ف 2 تربيع 4، هي احنا لقينا معامل س. اكتب قاعدة الاقتران بالصورة. هلا احنا قبل ما نعمل قاعدة الاقتران، اول اشي بدنا نفهمكم كيف تنعمل كل الاشي. اول اشي احنا بنحكي معامل، قلنا معامل س على 2 تربيع ويساوي 4 على 2 الكل تربيع ويساوي 2 تربيع ويساوي عنا ويساوي 4. طيب هلا خلصنا من هي. هلا احنا شو بنحكي؟ بنجيب هاي القاعدة اللي عندكم هون، هاي القاعدة بنكتبها هون، نكتب س تربيع، س تربيع زائد 4 س تساوي ايش؟ تساوي 0. طيب هلا شايفين هاي الأربعة اللي هون؟ شايفين الأربعة اللي هون؟ بنقول زائد 4، هذه الأربعة بنزودها على الطرفين، الأربعة بنزودها للطرفين، للطرفين. هذه الأربعة بنحطها هون، وهذه الأربعة كمان يعني هذه الأربعة بنحطها على هذه المنطقة، وهذه الأربعة بنحطها على هذه المنطقة. هلا شو بتصير؟ س تربيع زائد 4 س زائد 4 تساوي 4. طيب هلا شو بنحكي؟ هاي احنا بدنا نفهمكم اياها كيف. هادي عبارة عن س زائد 2 الكل تربيع، يعني هادي كلها س زائد 2 الكل تربيع وتساوي 4. هاي عبارة هي س س، يعني هاي س س، هاي 2 2 وهاي 2 2 في الأول في الثاني. هلا احنا هاي عبارة عن، يعني عبارة عن هيك هيك بدنا نفهمكم اياها. افتحوا السين، عبارة عن سين سين وزائد 2 وزائد 2، يعني هي عبارة عن سين في سين، سين تربيع 2 في 2 4. هون هادي عبارة عن 2، عبارة عن 2 بالأول بالثاني، 2 ضرب 2 4 في سين، فهيك عملناها. هلا احنا وصلنا لهون. هلا شو بنحكي؟ وصلنا لهون. هلا احنا خلص، احنا وصلنا لهون وخلص. هلا نحكي هون، شو بنحكي هون؟ هلا بنكتب هذه القاعده اللي هي هون، شايفينها هاي او هاي. هلا بناخذ هذه القاعده، وين بنكتبها؟ هون. هون احنا بنقول، بنكتب هون، اكتب قاعدة الالكترون بالصورة. عندنا تمثيل الالكترونات باستخدام الانسحاب، عندنا هاي المسألة، وصلنا لسين تربيع ناقص 4، احنا قلنا للأسفل لأنه سالب. هلا احنا هاي مثلا هون 4، هون مثلا احنا عندنا مثلا هون 0 تحولت لصفر. هلا الصفر بدنا ننزل من عند الصفر 4 خطوات، يعني بنقول 1 2 3 4، تحولت من 0 0 مثلا، تحولت من 0 0 لصفر سالب 4، من 0 0 لصفر سالب 4. هلا كمان الواحد، عندنا الواحد مثلا، هذه الواحد بنمشي لانه سالب هون 4 ناقص 4، من عند الواحد، الواحد هذه وهون واصله، هذه بنطلع، فبنقول احنا هذا الواحد احنا بدنا اياها، بس احنا بنطلع من هذا. هلا بنمشي 4 خطوات للاسفل، بنقول 1 2 3 4، وين وصلت؟ عند السالب 3. ونفس الاشي السالب 1، سالب 1 كانت عند الواحد، بنقول 1 2 3 4، عند وين؟ سالب 3. الاثنين عندنا كانت 4، اثنين كانت 4، نمشي 4 خطوات، 1 1 2 3 4، وين وصلنا؟ عند الصفر.
وبرضه السالب 2 السالب 2 ما هي 4 ان السالب 2 هون 4 فبنقول 1 نمشي من الأربعة 1 2 3 4 وين وصلنا عند الصفر فصار هيك الرسمة هيك الرسمة هي هذه الرسمة الأصلية هذه رسمة قاف السين هذه لام السين هذه هاء السين هاي قيمتها سين تربيع ناقص 4 هذه قفلة السين هذه سين تربيع هذه قيمتها عندنا سين تربيع زائد 3 يعني زائد 3 خطوات هلا عندنا وهون الجدول هذا كتير بفيدكو انه انتو لو تستعملوا وتعملوا هيك اهون لكم من ما تنزلوا خطوات ورسم هيك بتتأكدوا اكتر يعني يعني مثلا هون عندكم 4 لما زودتوها 3 صارت 7 ومثلا 4 لما نقصتوها ناقص 4 0 فاسهل لكم على الجدول انه تعملوا جدول هذا جدول هذا مثلا سين هذا قاف السين هذا لام السين هذا هاء السين وعندنا هون الرسمة كأنها مثلا شكل 7 تطلع دائما دائما سين تربيع رسمتها سين تربيع تقريبا دائما رسمتها بتكون زي 7 هلا تمثيل طريق تمثيل الكترونات باستخدام الانساب في الصف العاشر استخدم طريقة اكمال المربع لمعرفة التحويلات الهندسية التي اجريت على منحنى الالكترون قاف السين تساوي سين قوة 4 سين قوة 2 عفوا زائد 4 سين هلا اجد المقدار معامل سين على 2 شو معامل سين عندنا معامل سين عندنا 4 فمنحط منقول 4 على 2 ويساوي 4 على 2 قديش 2 2 ايش لانه في تربيع هون ف2 تربيع 4 هي احنا لقينا معامل سين اكتب قاعده الاقتران بالصوره هلا احنا قبل ما نعمل قاعده الاقتران اول اشي بدنا نفهمكم كيف تنعمل كل الاشي اول اشي احنا بنحكي معامل قلنا معامل سين على 2 تربيع ويساوي 4 على 2 كل تربيع ويساوي 2 تربيع ويساوي عندنا ويساوي 4 طيب هلا خلصنا من هي هلا احنا شو بنحكي بنجيب هاي القاعدة اللي عندكم هون هاي القاعدة بنكتبها هون نكتب سين تربيع سين تربيع زائد 4 سين تساوي ايش تساوي 0 طيب هلا شايفين هاي الأربعة اللي هون شايفين الأربعة اللي هون منقول زائد 4 هذه الأربعة منزودها على الطرفين الأربعة منزودها للطرفين للطرفين هذه الأربعة منحطها هون وهذه الأربعة كمان يعني هذه الأربعة منحطها على هذه المنطقة وهذه الأربعة منحطها على هذه المنطقة هلا شو بتصير سين تربيع زائد 4 سين زائد 4 تساوي 4 طيب هلا شو بنحكي هاي احنا بدنا نفهمكم اياها كيف هذه عباره عن س زائد 2 الكل تربيع يعني هذه كلها س زائد 2 كل تربيع وتساوي 4 هاي عباره هي س س يعني هاي س س هاي 2 2 وهي 2 2 في الاول في الثاني هلا احنا هاي عباره عن يعني عباره عن هيك هيك بدنا نفهمكم اياها افتحوا السين عباره عن سين سين وزائد 2 وزائد 2 يعني هي عباره عن سين في سين سين تربيع 2 في 2 4 هون هذه عباره عن 2 عباره عن 2 بالأول بالتاني 2 ضرب 2 4 في س فهيك عملناها هلا احنا وصلنا لهون هلا شو بنحكي وصلنا لهون هلا احنا خلص احنا وصلنا لهون وخلص هلا نحكي هون شو بنحكي هون هلا نكتب هذه القاعده اللي هي هون شايفينها هاي او هاي هلا
هلا بناخذ هذه القاعده وين بنكتبها؟ هون. هون احنا بنقول بنكتب هون اكتب قاعده الاقتران بالصوره